ربي 23 ديز. واش الاخوان، سلام الله عليكم اينما كنتم، كنتمنوا تكونوا كلكم بخير. مرحبا بكم ثاني فيديو جديد ومنطقه جديده. قبل ما نعرفكم على هذه المنطقه هذه كيف العاده، حبيت نشكركم على حسن التتبع ديالكم لي وعلى التشجيع اللي كتقدموا ليا لا من قريب ولا من بعيد. وفي هذا الفيديو اللي هو اول فيديو لي بمناسبه دخول السنه الجديده واللي اليوم هو 1 يناير 2023، واللي انا سعيد فيه في حين ساليت جميع الشروط نتاع اليوتيوب وتقبلات القناه ديالي بفضل الله تعالى وبالفضل ديالكم وبالجهود ديالي للنهوض بهذا المحتوى بعيد عن التفاهه. كنقول لكم بيس بالجد ومن القلب. نرجعوا للموضوع تاعنا، حنا دابا كنتواجهوا بالاطلس المتوسط وبالضبط اقلمام ازكزا. اقلمام ازكزا هي كلمه بالامازيغيه اللي كتعني البحيره الخضراء. طبعا اللي كتجمع هذه البحيره هي انها جات في مكان رائع بحيث دايره بها الجبال من ثلاث الجوانب، وهذه الجبال مزينه غابه من الاشجار ديال الارز اللي كتعطيها لمسه خلابه كتستهوي جميع عشاق الطبيعه. وهذه البحيره كيوصل العلو ديالها ما يقارب 1500 متر على سطح البحر، والعمق ديالها تقريبا 25 متر. اقرب مدينه لها هي مدينه خنيفره اللي كتبعد عليها ب 30 كيلومتر. وبالنسبه لوسائل النقل اللي كيوصلوا ليها، كاين طاكسيات الثمن ديالهم 15 درهم. والطريقه باش وصلت ليها انايا هي رفقه صاحبنا بيدرو. اش كنديروا؟ طلعت والله بطات. ها هو الاولو هكا البارو كيشوف هذا الشيء ما خدمنا على بالش. شتيها البيو هاي لا لي لونت يا لا ثلاجه. المهم الاخوان كيف العاده شتينا البارح الطريق من مراكش تقريبا مع ديك الثلاثه تاع العشيه، وصلنا هنايا مع التسعود. لقيت اللي حنا هاربين طبيعه باش ندوزو فيها راس العام. الناس كتهود لمراكش باش يخربوها في راس العام، حنا جينا لهنايا بين احضان الطبيعه هنا فين دخلت علينا السنه الجديده. كنتمنوا من الله تدخل عندنا بالصحه والسلامه وبمزيد من التالق والعطاء ان شاء الله. المهم الاخوان جينا حطينا البارطاج ديالنا هنايا، درنا في التيار جا وقف علينا المقدم قال لنا هنايا ما مسموحش الطونتي فيه، لذلك غادي نجمعوا دابا حنايا الباكطاج غنديروه في الطونوبيل وغادي نمشيو نطلعوا للسوميه الاولى. عيشوا معنا هذه المغامره هذه هنايا في اقلمام ازكزا. بيس ليكم. هذاك القرد اخوان حطينا الطوموبيل لها، جمعنا الباكطاج ديالنا كامل. دابا غادي نحاولوا نطلعوا لجهه الصومي. هاكي هو الحياه تماك، عيشوا معنا هذه هي المغامره. ميعادنا في الصومي ان شاء الله.
بيس. المهم الاخوان وصلنا دابا للصومي تاع اكلما، غادي نصبو واحد الطاجين هنايا ونقعدو نتكونو معاه بين ما يظلم الحال ونعودو تاني التالتة نشوفو فين غادي نشدوها تاني. يلا الاخوان بقاو معنا بين ما نقادو العباد ديالنا وحنا معاكم. اخوان من بعد ما نزلنا من الصومي تاع اكلما كاين البرد على برا، كرينا هاد البيضة ها هو. المهم طلعنا كنختم هاد الفيديو تاني، غدا ان شاء الله تاني تبعنا رحلة جديدة فين الله اعلم. المهم بقاو معنا وعيشوا معنا هاد المغامرة هادي. الله ما تنساوش تاني بالدعم ديالكم، الرحلة مازال مستمرة. كونوا على خير، الى اللقاء.